يكون المحافظة. خمسين هو ما حاسب الساعة بس يسوي قضاءات. يعني جزء ما بعدين النبات ما يصير إن شاء الله. لا أكثر بالمئتين مستحيل. هذه العظمة يعني إنجاز رائع إضافة إلى أيقونات ومعالم الموسى. نتأكد هذا الجسر اللي هو بضخامة الجسر الخامس عندنا، طوله 650 متر، عرضه بحدود 30 متر السايدات. هذا سحب سوينا سحب شوية صغير كان قريب من الخارج. زيارة ميدانية إلى موقع الجسر السادس مع الأخ مدير الطرق والجسور وكادرة ومع كادر الشركة المصرية سامكو. شو رائع جدا يعني، شوف ضخامة العمل. يعني الأخوان المصريين صار عندهم تجربة يعني، أولا باختزال الزمن وثانيا برصانة التنفيذ. يعني عمل متسارع جدا وسريع جدا وضخم. هذا الجسر طوله 650 متر وعرضه 30 متر، ثلاث مسارات ذهاب وثلاثة أيضا إياب. هذا الجسر يعني بضخامة الجسر الخامس اللي موجود عندنا في مدينة الموصل، لكن الشغل حقيقة رائع وسريع جدا. هذه الشركات اللي يعول عليها في إعادة الإعمار، لأن احنا بحاجة حقيقة إلى اختزال الزمن وإلى دقة ورصانة بالتنفيذ. نثمن جهد هذه الشركة والكوادر اللي تعمل معاها وأيضا طرقنا وجسورنا اللي قدرت خلال فترة قياسية معجزة أن تكمل كل جسور الموصل وجسور خارج الموصل وتضاف جسور جديدة. يعني هذا الجسر وجسر الشهداء بمنيرة والجسر الحديدي، هذه أول جسور منذ عام 1980 تبنى وتنشأ في مدينة الموصل. وأنا شفت يعني أحد المهندسات اللي يشيدون بيها يعني كانت تتكلم عن العصر الذهبي قبل سنين هنا، مدري شنو عصرهم الذهبي. لا سووا لنا مجاري ولا سووا لنا جسور ولا سووا لنا شيء. ما أعرف شنو العصر الذهبي اللي كانت تتحدث عنه الأخت يعني بفخر. لقينا المدينة يومية كل سنة غرقانة، والأخ قبل ما يصير مدير طرق كان مدير بلدية، هو الشزمة مالته هو بالمجاري كنا. الحمد لله الآن المدينة اختلف وضعها وجسورنا نفتخر بيها. يعني بالنسبة جسر الفلاح على البلدية أن تتخذ قرار، احنا اتفقنا ويا القضاء عليها أن تتخذ قرار، ماكو داعي تحابي أحد. اللي متجاوز خاصة بالمجمع مال الاستثمار عليها أن ما تحابي البلدية أحد وتبدأ جسر كامل وتشق له الطريق و ينتهي. هذا المشروع الحقيقة من أهم المشاريع الموجودة حاليا في نينوى، اللي هو جزء من الطريق الحولي، هذا الجسر السادس اللي راح ينقل الحركة التجارية التي تمر في مدينة الموصل من طريق دهوك راح تمر في هذا الجسر وتعبر إلى باتجاه طريق بغداد والطرق المحاور الأخرى دون المرور بمدينة الموصل، وتخفيف الزخم عن مدينة الموصل. الضرر كان كبير من قبل الشاحنات التي تمر في داخل المدينة في مناطق سياحية ومناطق تجارية. بعد انتهاء هذا المشروع إن شاء الله لن نسمح للشاحنات وحركة النقل التجاري أن تمر في مدينة الموصل. هذا المشروع عبارة عن 8 كيلومترات مقترب اللي من طريق دهوك إلى منطقة القبة، ومن ثم الجسر اللي هو بطول 650 متر بعرض 29.9 متر، ثلاث سايدات ذهاب ثلاث سايدات رجوع، مدة العمل 550 يوم، شركة رصينة الشركة المصرية سامكو. كما ترون العمل يعني إنجاز كبير، نسبة الإنجاز
الجهاز الآن 40%، كمخطط وكفعلي الشركة إن شاء الله يعني إذا استمرت بهذا الوتيرة راح ينتهي العمل قبل المدة المقررة أو حتى في المدة المقررة، لا يوجد تأخير. نفتخر بهذا العمل وإن شاء الله مستمرين في المراحل الأخرى اللي هي راح تكون الطريق الحولي في الأيمن، ومن ثم الجسر السابع ودراساته اللي راح يكون في منطقة البوسيف. أهم مشروع كما ذكرت يجب تسليط الضوء عليه من الجميع، دعم كبير أيضا من سيد رئيس الوزراء، من سيد وزير الإعمار والبلديات، والسيد المحافظ، والسيد مدير عام الطرق والجسور. مستمرين إن شاء الله إلى أن ننفذ هذه المرحلة. أنهينا مرحلة الجسور المدمرة، الآن مراحل جديدة في إنشاء الجسور الجديدة بإذن الله.